تعالوا نكمل في الإبداع. سما عبد الله، سما بقى خدت المركز الأول في العزف. ازيك يا سما؟ يا سما، سما متصورة بتلعب على الفيولينا وحاجة عظمة جدا. سما راحت مني فين؟ انا حظي وحش. شكرا 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 يا سما هانم. انت عندك كام سنة؟ تمانية. 8؟ يا خبر ابيض. وبتلعبي فيولينا كمان؟ جا بقالك قد ايه؟ بقالي قد ايه؟ ايوه، ثلاثة. ثلاثة؟ من واحنا عندنا 5 سنين؟ اتعلمنا فين بقى قوليلي؟ في كنت بتمرن مع دكتور سامي. دكتور سامي كان دكتور نور في الاول. نور كانت برضو بتعزف في الفيولن، نور اختي. اوكي. ودكتورها اللي هو دكتور سامي ابراهيم كان بيدرس لها، فهو اكتشفت ان انا كنت بدندن الموسيقى اللي نور بتعزفها، فقالت لدكتور سامي، ودكتور سامي شجع ماما ان بابا يجيب لي فايلن عشان اروح عليها. طب دي حلوه جدا جدا جدا، بس انتي صغنطوطه كده وايديكي صغنطوطه والفايولين دي صعبه قوي. شكرا. المساله متعبه شويه ولا ايه؟ لا، هو مع الوقت مش هتبقى متعبه. اصل بقى تقعدي تضغطي على الاوتار وتمسكي القوس بالايد التانيه، ويعني صعبه برضو. هتعود يا ولد، شطوره. طب قوليلي انتي لعبتي ايه بقى في الحفله؟ كونشيرتو كومراستر. يا سلام. النهارده لعبت بولونيز بيو. الله 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 الله، ده احنا جامدين جدا يا سما بقى. طب قولي لي لو انا عايز اجي اسمعك اروح فين؟ عارفه. اجي بقى الكونسرفاتوار واقعد اسمع بقى وانت بتتمرني. اوكي. متفقين؟ هو. خلاص اوكي، يبقى انا هجي لك اقعد اسمعك في الكونسرفاتوار. اتفقنا. ولو عملتي حفله تاني في الاوبرا قولي لي. اوكي. اتفقنا. برافو يا سما، والف الف 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 مليون مبروك على المركز الاول في العزف. شطوره. شكرا. شكرا ليك يا سما.